في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ ايه اللي حصل؟ في ايه؟ بنتي امشي. بنتي مالها؟ فيفا شريهان. فيفا تعالي. وصل بنتي. بنتي اسم الله عليك يا حبيبي. اسم الله عليك يا حبيبي. ستة يا احلى. اسم الله بنتي حبيبتي يا حبيبتي. اديها الحقنه اديها الحقنه. انت بتهزر صح؟ لا طبعا ما بهزرش، انا بتكلم بجد. يعني انت موافق على كلام الراجل اسمه رأفت ده؟ بيني وبينك انا في الاول ما كنتش موافق، بس لما فكرت اقتنعت. وانت مالك اصلا بالموضوع؟ وافرض ان البنت فعلا طفشانه من ابوها. طب افرض بقى ان الناس دي طلعوا فعلا بيتاجروا في الاعضاء البشريه واحنا مش حاسين. اعضاء بشريه يعني عندهم الفيلا دي وعندهم فلوس وبيتاجروا في الاعضاء البشريه؟ ما افتكرش، ده هم كلهم اتنين ستات. بص بصرف النظر ان انا ما بطيقش اللي اسمها شيرين دي غداره كده ونمكيه، بس لا يا مارو اللي في دماغك مش صح. ولا قول لي صحيح، هتخلي مين يخش اوضتها يفتشها؟ انا لما فكرت لقيت ان احنا ممكن نكلم هناء ومنى. احنا لينا كلام معاهم وفي نفس الوقت هم كانوا صحابني اللي قوي الله يرحمه. اه فكره حلوه تصدق، بس تفتكر هيوافقوا؟ نجار مش هنخسر حاجة. طيب يلا بقى نقوم عشان احنا بكرة عندنا يوم طويل جدا. يلا يا مارو. اه انا يا حاج هروح الفيلا دي بنفسي وهشوف ايه اللي حصل لهنا، لانها واضح طبعا انها تعرضت لانهيار عصبي شديد مخليها تفقد الوعي والتصرف. يا دكتوره يا دكتوره انت ليه مش عايزه تصدقي ان بنتي اتلبست؟ يا حاجه مفيش الكلام ده. عندك حق يا دكتوره، بس هناء الفتره اللي فاتت صوتها كان متغير وبقت شخص تاني خالص بصراحه. ايوه ما هي طبعا الحاله اللي هي فيها تعمل ده، بعدين هي هربانه من حياتها مش عايشه حياتها الطبيعيه، هربانه في دنيا تانية. بعدين بصراحه هي كده ممكن تعمل في نفسها حاجه. يا لهوي يما تعمل ايه يا دكتوره؟ يا حاجه ما تخافيش انا هفضل معاها مش هسيبها ابدا لحد ما تخف ان شاء الله، بس انا لازم اروح الفيلا واعرف ايه اللي تعرضت له. واضح انها حاجه كبيره. انا لازم اسافر معاكي يا دكتور. خلاص اتفقنا، بس يا حاجه خلي بالك انا لازم احجزها عندي في المصحه. يا لهوي ايه اللي بتقوليه ده يا دكتوره؟ السرايا الصفرا؟ يا حاجه لا صفرا ولا خضرا، على فكره المصحه دي بتاعت بابا وانا اللي بادرها، وعلى فكره كمان هي مجانا. يا دكتوره هو في حاجه دلوقتي اسمها مجانا؟ كل مصاريف علاج هناء يا دكتوره انا متكفل بيها، هناء في حكم مراتي دلوقتي. حسين بيه، أنا جبت لك معلومات خطيرة عن فيلا موسى دليل وشيري وفريدة ممتاز. إيه هي المعلومات دي؟ هو مش هاب؟ نعم يا مدام. شيرين فين؟ نايمة. أنت لسه راكبة دماغك؟ أنا قلت لحضرتك يا مدام أنا بره اللعبة دي. تضحكي على نفسك ولا عليا؟ ده انتي اساس اللعبه دي. كفايه اللي حصل لي.
انا مبقتش قادره خلاص. العمر جري ومحدش عارف اللي جاي شكله ايه. عن اذنك يا مدام. مساء الخير يا مدام. كنت عايزه استاذن حضرتك اني هتاخر النهارده شويه عشان احضر فرح صاحبتي. هتتاخري لامتى يعني؟ لا مش عارفه بس هحاول اجي بدري. يا ريت ما تاخريش عن الساعه 12. حاضر يا مدام متشكره. خالتي 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 عايز ايه؟ عايز سلفه. سلفه ايه؟ ده انت واخد مرتب الشهر الجاي. لا انت مش فاهمه، ده مرتب الشهر اللي جاي، انا عايز سلفه. وانا معيش فلوس. معكيش فلوس؟ امال النغنغه اللي انت عايشه فيها دي كلها الفلوس دي هتعملي بيها ايه؟ قلت لك معيش فلوس. كده يا خالتي؟ انا مش خالتك. لا خالتي، امي قالت لي ان هي اتبرعت بدمها ليكي، وطالما ان هي اتبرعت بدمها تبقي انت اختها، يعني انت خالتي. يا ربي، يعني الناس اللي بتتبرع بدمها دي كلها اخوات؟ طبعا طبعا. ده غور من وش السعادي. ماشي هغور من وشك السعادي. اجيلك الساعه كام؟ يا لهو امشي امشي غور. كل واحد منه لله. يا غربي يعني يا غربي، ربنا يسد نفسك. يا حمادة عايزك تجيلي المكتب دلوقتي حالا. من عينيا يا باشا تحت امرك. عايزك في الشغل مهم بسرعه. حالا يا باشا حالا يا باشا هكون عندك. ماشي اتفضل اتفضل. باشا مين الباشا اللي بيكلمك ده يا ولد؟ ما تشغليش بالك، خدي بس ماشي نفسك بالاتاري ده وتعالي لي بكره اكون عملت التليفونك سوفت. سوفت هنسوف. هيكون عايزني في ايه؟ اكيد في حاجه مهمه. ده اول مره يستدعينا عنده في المكتب. Look, really this place is very beautiful. We can make here a wedding, big party for beer's day around the piscine. Will be beautiful and maybe we can make inside class ballet or some. Titi, we cannot do that. You know, this place, I'm not the only owner of this place. It's not my decision actually. There is Farida too and you know. نسا شيرين في واحد مستنيكي في المكتب جوه. واحد مين؟ لا ما اعرفوش بصراحه. اوكي okay. I'll get back to you. عايز حاجه؟ يا لهوي على اللغه، في كده يا ناس عايز حاجه. ريبيت. انت عايز حاجه؟ انت عايز خجات. انا عايز خجات خجات. انت مش فقيه. انا مش طبيعي. لا انا صناعي بس مولود كده سبحان الله. انا ماي نيم از سعيد. سعيد تاكلي سندوتش لحمه؟ لحمه لحمه. انت مش طبيعي. انا طبيعي طبيعي جدا. لحمه لحمه يا ناس. سعيد لحمه يا ناس. يا ابني ده بتعمل ايه؟ لحمه الله يخليك. استنى انا ما اكلتش لحمه بقالي سنين. لحمه ايه؟ انا ما بشوفهاش الا في التلفزيون اللحمه. يا لحمه بس مش هينفع هنتفضح. حرام عليكوا، عايز اكل لحمه. هجيب لك سندوتش لحمه دلوقتي. اتيت نسكت. اتيت ملك يا نوج. كارثه كارثه يا صابرين. في ايه يا بت قلقتين؟ الواد عماد بتاع البت ليلى بعد ما عمل عملته معاها بيتهرب منها وبيقول انه مش جاهز ماديا. المصيبه بقى ان بطنها بقت قدامها وبدا يظهر عليها الحمل. يا نهار اسود. يا ابن الهرم انت. طب وبعدين؟ احنا كده لازم نتصرف في فلوس. بقول لك ايه؟ اعملوا حسابكم انتوا هتيجوا معايا الفيلا تراقبوها. يعني ايه؟ يعني هتيجوا تقعدوا معايا لغايه لما نحقق المراد. اسمعني كويس. تحت امرك يا باشا. انا عايزك تدخل فيلا من غير ما حد يشوفك. إيه، انت ناوي تحبسني يا باشا ولا ايه؟ انا لو عايز احبسك احبسك يا حمادة. احنا عاوزينك تخش الفيلا وتطلع الدور الثاني تحط الكاميرا في اوضه فيها تمام وتحولها لنا على الموبايل.
انا شاكك ان الفيلا دي فيها حاجه مش طبيعيه. انت تؤمر يا باشا، انا تحت امرك. امسك العنوان اهو. تمام يا باشا. الفيلا دي تدخلها بالليل؟ ها، انا تقريبا عارف المكان ده كويس. تحت امرك يا باشا، استاذنك انا. سوري انا مش عارف انا ازاي وافقتك على كده. علشان عاوز تعرف الحقيقه. الكرنجة باب 15 جنيه وخايفة تتسرق مني. صباح الخير على احلى بنات في الدنيا. عاملين ايه؟ تمام. طب امال مالكوا في ايه؟ مفيش. وبعدين انت لسه ما خرجتيش؟ لا، ما انا خلاص يعني غيرت رايي، مش هخرج النهارده. وبعدين بقى قولوا لي مالكوا بقى بجد؟ مش احنا اخوات يا بنات؟ بقى تخبوا عليا يعني؟ عموما براحتكم. بصي بصراحة احنا شاكين ان في حرامية هنا. حرامية؟ ازاي؟ معقول الكلام ده؟ ليه، انت في حاجة ضاعت منك ولا ايه؟ ساعة ب 250 جنيه. كم؟ ب 250. يا ابن الحرامية، تاخدها مني ب 20 جنيه بس؟ انت بتقولي حاجة؟ لا يا حبيبة قلبي طبعا ما بقولش حاجة. حبيبتي عشان كده بقى انا قلت اخبي حاجتي. طبعا برافو عليكي، صح لازم تخبيها طبعا. على فكرة انا كمان هخبي حاجتي. الله، في ايه؟ في ايه يا جماعة؟ احنا ساكنين فين احنا هنا؟ في محطة مصر ولا ايه يا جماعة؟ في ايه بجد؟ بس على فكره بقى، انت كان حقك تبلغي صاحبه الفيلا دي. قولي ليه؟ ليه؟ عشان ممكن تكون الست اللي بتشتغل تحت دي هي اللي تكون بتسرق الحاجات. لا 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 لا، احنا مش عايزين مشاكل. وبعدين انا قلت لها اصلا ان هي ممكن تبقى وقعت في اي حته وخلاص. صح، معاكي حق. صح. بس انا متاكده ان في حراميه هنا يا حبيبتي. خلاص بقى خلاص بقى، ما تزعليش بقى. بقول لكم ايه، ده انا عامله لكم حته فطار يستاهل بقكم والله. يلا تعالوا افطروا معايا. طيب ماشي، هخبي ايه، هحط حاجه وجايين وراكي. جايين وراكي. أيوة على طول. جايين جايين وراكي. طب خلاص ماشي، هستناكم. ماشي. ماشي. ماشي يلا يا نهار ابيض على الجمال. ايه ده؟ الله، هوبا، ايه ده؟ يخرب بيت حلاوتك. دي اوضتك. هو انا هقعد هنا لوحدي؟ لو مش عايزه حد معاكي في الاوضه ممكن تدفعي ثمن السرير التاني، يا اما تستني لما تيجي بنت تانية. لا 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 تمام، انا عايزه بنت تبقى معايا. تمام، اتمنى لك اقامه سعيده. ميرسي. تعالي يا مشهد.
ميرسي. روحوا مع عمو شهاب توريكوا اوضتكم. اتفضلوا معايا. دي بنات جديده؟ ايوه. هتقعديهم فين؟ في الاوضه اللي على اليمين. طب وليه ما تقعدوهمش في الاوضه اللي على الشمال؟ النقاش خلصها وبقت حلوه قوي. يا سلام، يعني لازم اوديهم الاوضه اللي كانت فيها سماح ونيلي؟ مسيرها هتسكن كده كده. لو سمحتي يا مدام فريدة، أنا ينفع أخش أعمل قهوة؟ أنتي هتعملي قهوة دلوقتي؟ ناوية تسهري ولا إيه؟ أيوة، في مشكلة عندك يعني ولا حاجة؟ لا، هو لغاية دلوقتي مفيش، بس شكلها كده هيبقى في مشكلة. نعم؟ المطبخ هنا أهو، روحي اعملي القهوة. روحي. إيه دي؟ ندى فين أمها؟ هتتأخر وأنا اديت لها إذن. فعلا؟ طب انا هاخد اذن انا كمان عشان اتاخر. انت بقيتي تخرجي كتير قوي. خليكي في حالك. اتفضل. حلوة قوي الأوضة والفيلا، بس مش غريبة إن مكان زي ده يكون رخيص قوي كده؟ هو إحنا كده ما بيعجبناش العجب، لا الرخيص عجبنا ولا الغالي عجبنا، وبعدين نتعجب من اللي بيحصل لنا وبيجرالنا. قلبك أبيض يا أم شهاب، وبعدين لو احتاجنا حاجة نفسك معانا يعني، وعايزين ندوق طبيخك. إحنا هنا كل واحدة في حالها، اللي عايزة تطبخ أو تعمل فنجان قهوة تعمله لنفسها. أكيد مدام فريدة عرفتكم التعليمات، ياريت نلتزم بيها. طبعاً ده لو أنتوا عايزين تحافظوا على مكانكم هنا. إن شاء الله، شكراً يا مشهاب. إيه ده يا شاطر؟ خليهولك، مشهاب بتاخدش الكلام ده. يا خسارة، حسرتي عليك يا مشهاب. شفتي يا فريدة وشيرين وصلتوني ليه؟ بابا بعت لي الألف جنيه. أخيراً هروح أدفع فلوس الكورس. هتبدأي خلاص؟ آه يا بنتي، من بكرة على طول. أنت إيه، مش هتيجي معايا ولا إيه؟ لأ، أنت عارفة ظروف بابا يعني، وبعدين أنا الصراحة يعني كسفت أقوله في الظروف دي. طب بصي هقولك على حاجة، أنا عندي فكرة جامدة جداً. أنا ممكن لما أروح الكورس أصورهولك بالموبايل بتاعي، وتاني يوم أجي أشرحهولك وكأنك أخدتيه، إيه رأيك؟ ماشي. ماشي. مساء الخير يا بنات. انا ليلى، قاعده في الاوضه اللي جنبكم. ازيك؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ كويسه. انت في جامعه ايه؟ انا في جامعه القاهره. وانتم؟ برضو زيك. بجد؟ طب كنت عايزه حاجه؟ لا ابدا مفيش، انا بس كنت جايه اتعرف عليكم. ماشي، بعد اذنكم. باي. اتفضلي. ايه السخافه دي؟ انت عملتيها كده ليه؟ بقول لك ايه، البت دي انا من ساعه ما شفتها وانا مش طايقاها. حرام عليك، انت شكلها غلبانه. وانا بنتي اللي غلبانه، وبطريقتي بقى اللي انت فيها دي بقى. ايوه يا طنط. يا طنط انا ما عملتلهاش حاجه. طب اساليها كده، اساليها هي تقول لك. يا طنط صدقيني، طب انا لما اقابل حضرتك انا هفهمك على كل حاجه. الفكره كلها ان انا مش غلطان فيها. طب اساليها هي. مروان وحشتني. نيلي انت فين يا نيلي؟ انت عايشة ولا انت وحشتني قوي؟ ستوب. نيلي مين يا استاذ؟ انت بتمثل في مسلسل تاني ولا ايه؟ اسمها نوع يا استاذ. ايه التحريك ده يا استاذ؟ اصل في ايه يا ابني؟ مالك
انا تعبان يا عمر، تعبان. تعبان في ايه؟ طب اهدى، طيب اهدى. معلش يا استاذ، هاخده بس اروح الحمام وارجع تاني. انا اسف يا استاذ، انا اسف. تعالى تعالى، تعال. انت كويس؟ تعالى. في ايه؟ تعبان. تعالى. نعم؟ لا معلش أنا أسفة، أنا سمعت صوت طفلة صغيرة. أنتوا عندكم أطفال؟ لا يا أختي، ما عندناش أطفال. إزاي؟ سمعت صوت بيبي صغير بتعيط. متهيألك. متهيألي؟ مش عارفة. خش أوضتك. أوكي، أنا أسفة جدا. تصبحي على خير. وأنت من أهله، خش أوضتك. شايفة على يمينك فوق في كاميرا. ما تبصيش يا غبية. هي كل الأوض كده؟ أيوه، بس أنا عارفة مكان كل الكاميرات هنا فين. طب بصوا، في الأوضة اللي جنبنا بنتين أنا لسه كنت عندهم، معاهم فلوس كتير قوي. لا بقولك إيه، إحنا مش هنسرق فلوس من بلد تاني خالص. إحنا هنسرق الست صاحبة الفيلا بس. بصي، أنتِ هتقفي بره في الجنينة تراقبي الجو، لو لقيتي شيرين جاية رني عليا على طول، أنا عامل موبايلي فايبريشن، ماشي؟ وانتي تقفي في الطرقة، لو لمحتي المشهب جاية ولا مدام فريدة رني عليا على طول، تمام؟ لو انا بنا خايفة بلاش جمتي كده بس. اجمد ايه؟ كله بسببك، الله يخرب بيتك. طب بس بقى انتوا الاتنين خلاصوا بقى قرف. ها انتي ايه؟ ماشي. هتقفي بره في الجنينة تراقبي الجو، وانتي هتقفي في الطرقة، ماشي. تمام؟ سلام مؤقت. ممكن بقى يا سيدي تفهمني كان مالك في ايه وانت اصلا حافظ ومركز زي الفل؟ فجأة لقيتني اللي واقفة قدامي. اللي واقفة قدامك؟ ايوه. واقفة قدامك فين؟ واقفة قدامي هنا وانا بمثل المشهد، لقيتها بتكلمني. وقالت لك ايه بالظبط؟ لقيتها طلعت كده وبتكلمني وبتقول لي انت طب والله وحشتيني كده يعني. تمام. انت فقت دلوقتي؟ يا عم انت فاكرني مجنون ولا ايه؟ بقول لك شايفه قدامي. يا مروان مصدقك، بس احنا عندنا الاهم دلوقتي، عندنا مشهد ممكن تركز فيه. والله كنت مركز وحافظ كل حاجه، بس لقيت نيلي طلعت قدامي. صدقني يا عمرو والله العظيم انا مش بكذب عليك. مروان يا حبيبي والله انا مصدقك، تعالى بس عندنا مشهد نقديه، بعد كده نتكلم في الكلام ده بعدين. انا جاهز. قول له ان انا تمام وكل حاجه. طيب هات التليفون. اتفضل امسك التليفون. انا جاهز يا استاذ. اتفضل. خلاص ماشي.